احنا وصلنا لتفاهمات امليه مع عدد المستشفى على اغلب النقاط الهنود اللي هي خط احمر بالنسبه للعمال. ظل في نقطه واحده صغيره اللي بتامل نهايه الحاله اليوم بخلال النهار. شوف احنا يعني كنا طالبين كثير طلبات كثير اكثر من هيك، بس احنا عاملين حساب انه المستشفى خسر خسائر كثير كبيره بهي الفتره، واحنا بدنا عن جد ندفش نعطي للمركب هذا كمان دفشه لقدام عشان نقدر نكمل ونضل هذا البيت مفتوح ويشغل كل هاي العمال. عشان هيك احنا قدمنا تنازلات كبيره، بس انا بقدر اقول اني انا 50% راضي من هذه الاتفاقيه. احنا ان شاء الله بنتامل، احنا بدنا هاي الازمه تنتهي وتخلص اليوم قبل بكره. احنا من ناحيتنا الازمه ضل عليها جزء صغير، جواب قرار صغير من الاداره بيخلص كل شيء. الاداره مشكوره قدمت تنازلات اللي هي كبيره لحد هسه، بعد في كمان تنازل صغير بيخلص بنخلص كل شيء وبنمضي على الاتفاقيه وكل شيء بيخلص. احنا اليوم ال 15 للاضراب، منهن اربع ايام هم اضراب شامل للعمال بالبيوت، ما وصلتش على الاقسام بالمره. خلينا نقول بالايام الاخيره بسبب سوء الوضع اللي وصلنا له، الخلافات القويه والثغره الكبيره بيننا وبين الاداره، اضطروا الاطباء رؤساء الاقسام انهم يتدخلوا، ودخلنا بمسار وساطة اللي هن كانوا الوسطاء فيه. طبعا كانت جلسات مكثفة عديدة متعبة، وصلنا خلينا نقول تفاهمات كبيرة، الثغرة بيننا وبين الإدارة بتتقلص أكثر وأكثر. حاليا الموضوع عالق على الشغل اللي هن صغيرة، ونتأمل إنه خلال الساعة القريبة يكون فينا توقيع على اتفاقية مرضية للطرفين، للعمال وللإدارة كمان، وإن شاء الله خير. أنا بدي أنتهز الفرصة هاي أتشكر الأطباء رؤساء الأقسام إنهم أخذوا على مسؤوليتهم هذا المسار المتعب، وعم بضحوا من وقتهم على أساس إنه يحتوا الأزمة ويحلوها قبل ما تتفاقم أكثر. كمان بحب أشكر كل العمال بكل الأقسام بكل الدرجات، بكل إن كان عمال صيانة، تنظيف، تمريض، أشعة، مختبر، الكل بدون استثناء أبدعتم التزامكم بالإضراب ل 15 يوم متواصل مش مفهوم ضمنان. كل الاحترام لكم. إحنا طبعاً قراراتنا كانت بتتجلى من الدعم تاعكم، كانت بتطلع من قوتكم أنتوا، وإحنا استمرينا بفضلكم أنتوا مش بفضلنا إحنا. إحنا صح أعطينا وضحينا، بس التضحية الكبيرة كانت منكم، الدعم الكبير منكم، كل الاحترام لكم. يعطيكم ألف عافية، ونتأمل إن شاء الله توصلنا أخبار منيحة بهالساعة القريبة.